قال القضاء كلمته في قضية وفاة 99 حاجا أردنيا في المشاعر المقدسة. هؤلاء من كانت رحلتهم لقضاء فريضة الحج خارج البعثة الرسمية الأردنية. التحقيقات كشفت المتورطين بتضليل أردنيين. النيابة العامة وجهت تهما منها الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال ل28 متهما، وأوقفت 19 شخصا من بينهم سيدة على ذمة التحقيق، ومنعت 10 متهمين من السفر، إضافة إلى إغلاق الشركات المخالفة التي سهلت الحج دون ترخيص. مخالفة القانون كانت واضحة، حجاج وصلوا لبيت الله الحرام وهناك انتهت مهمة الشركات المضللة لهم. لم يجدوا كباقي الحجاج المسجلين في البعثة الرسمية أي مأوى لهم أو دليلا معهم. أحكام قضائية واستمرار في إجراءات النيابة العامة التحقيقية بسماعها شهادات ذوي المتوفين، إضافة لمتابعة ظروف وملابسات رحلة الضحايا غير النظامية بعد شهادات مسجلة تركوها كدليل على الحادثة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.